مرة تانية مبروك لمنتخب مصر ونتمنى إن شاء الله التوفيق بكرة للمنتخب قدام سيراليون ويفرح المصريين بالوصول للعلامة الكاملة برصيد ست نقاط مباراة مصر وجيبوتي كلامي في بداية الحلقة ما هوش هجوم على فيتوريا أو تربص بيه لكن في, في نهاية الأمر أبدا 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 ما يصلحش إنه يكون منتخب مصر مكان نحب فيه ونكره، مفترض انه المنتخب ده كلنا بندور على مصلحه الكره المصريه، منظومه الرياضه في مصر، منظومه الانديه في مصر، المنافسه، الالقاب، كل ده هدفه في النهايه يبقى عندك منتخب قوي، وبالتالي مصلحه المنتخب لازم تكون قدام عينينا كلنا، فيهمني بس انه المنتخب ما يكونش فيه مساحه بنحب وبنكره او انه يكون فيه ناس بتحاول تستغل تجمعات المنتخب او ارضيه المنتخب الوطني عشان تصفيه الحسابات او زرع الفتن ده اللي بنتمناه فمزيد من الشفافيه نرجوكم الحقيقه عشان الامور كلها تبقى واضحه للناس مصر تعالوا نشوف بعض الاخبار بقى على هامش والارقام المرتبطه بمواجهه مصر وجيبوتي امبارح في الاهلي في الاهلي نيوز روم وخلينا نبدا مع حضراتكم اهم الاخبار في الاهلي نيوز روم النهارده واحده من اهم اجابات مباراه امبارح، تسجيل لصلاح مش لهدف بل اربع اهداف، رباعيه صلاح بعد صيام السماره اعتقد ست مباريات غاب فيهم صلاح عن التسجيل مع منتخب مصر بيعود وبقوه للتسجيل ودي الماتشات اللي احنا اتكلمنا عليها، يعني واحنا بنحضر لماتش جيبوتي كنا بنتكلم انها فرصه قدام اللعيب. عندكم عشر ماتشات سهله، يعني جوه وبره سيراليون، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، اثيوبيا، جيبوتي ما فيش منتخب منهم من العيار الثقيل اه صحيح في منتخبات او في ماتشات ممكن شويه تكون صعبه بالذات الماتشات اللي بره ملعبنا زي ماتش بكره سيراليون و بوركينا فاسو هم دول المنتخبين شويه اللي ممكن ممكن يتعبونا خارج الارض ولو ان اثيوبيا يعني بحكم المواجهه الاخيره قدرت تكسب منتخب مصر على ارضها لكن في النهايه انا شايف انه العشر ماتشات فرصه عظيمه قدام الجيل ده عشان يحقق ارقام قياسيه ما قبل كده في مشوار تصفياتنا في كاس العالم